أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دين الحق ودين الباطل. دين الحق الذي قد يتخلى عنه بعض الناس، يقول الله تبارك وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي النبيون من ربهم إلى آخر الآيات. الآيات التي قبل هذه الآيات يحدثنا الله تبارك وتعالى فيها عن ميثاق النبيين: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، يعني أقررنا بهذا وسنطيع الرسول الذي ترسله. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا على ذلكم وأنا على ذلك من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال علي وابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعثت الله يأخذ الميثاق على النبي الذي بعثه في الأمم السابقة، لئن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به وينصرنه. إذن الدين الأساسي هو الإسلام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وغيره أديان غير صحيحة. فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وآخر الرسل، دينه آخر الأديان البشرية. كما ذكرت في حلقة سابقة أن البشرية تتطور من حالة إلى حال إلى أن بلغت النضج، فأنزل الله لها هذا الدين الذي قال عنه في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإنسان مدني بطبعه، وكثيرا ما يتكلم الناس عن حكومة مدنية ومدنية، والله لا يفهمون معنى المدنية. المدنية الإنسان المتمدن الذي يتحرر من العبودية للمخلوق ويعرف خالقه، وإلا كان جاهلا في جاهلية. هذه المدنية الحقيقية. أما هم يريدون بالمدنية أن يبعدوا الدين، ولذلك تجد مجموعات في البشر يزعمون أنهم علمانيون، أي لا دينيين، لا له علاقة في الدين. أود بهذه المناسبة أن أتوسع قليلا في كلمة لا دين أو لا دينية. هذه بدعة يهودية، ولكن ضل فيها المسيحيون، يعني ضيعوا الطريق فخرجوا عن جادة الصواب. من الذي ضل لهم؟ اليهود. اليهود أيها الإخوة كانوا محتقرين في مشارق الأرض ومغاربها، لأن أكثرية أوروبا وما تسيطر عليه أوروبا في الشرق كانوا نصارى، والنصارى يعتقدون أن اليهود قتلوا عيسى وعيسى ربهم، فكيف يحبون من قتل ربهم؟ فأساس دين النصارى مرتكز على كره اليهود وعداوتهم. فماذا فعل اليهود؟ أولا، من عادتهم أن يندسوا في كل دين من الأديان حتى يفسدوه، وهذا حصل أيضا في دين الإسلام، ولكن لم يستطيعوا أن يفسدوه، إنما أفسدوا بعض الجهلة الذين عبدوا الطاغوت وخرجوا عن طاعة الله، مثل الفرق الإسلامية الضالة. كيف ذاك؟
عبد الله بن سبأ اليهودي دخل في الإسلام ليس لأنه يريد أن يطيع الله، ولكن يريد أن يضلل المسلمين، فادعى الإسلام، ثم ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محبة آل بيته، حتى أله آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعه في ذلك بعض الناس الذين يسمون أنفسهم بالشيعة، أي شيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيعة أهل بيت الرسول، كذابين ما شيعة، لو فهموا هم ضالون مضللون. ضللهم في الأصل في زمن الصحابة عبد الله بن سبأ اليهودي، واستمر ضلالهم بل زادوا في الضلال، حتى رأينا وسمعنا بآذاننا ينادون بربهم يا حسين يا حسين يا علي، أين يا الله؟ أين محبة الله والدعوة لدين الله؟ أين محمد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين ونص القرآن على ذلك؟ إذا كانوا يعتقدون أن القرآن أنزله الله وأن القرآن حق، القرآن يقول لهم محمد رسول الله، ما يقول لهم آل بيت رسول الله. محبة آل بيت رسول الله، آل بيت رسول الله الذين يتبعون رسول الله، أما الذين يخرجون عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانوا من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا من شيء، مثل ابن سيدنا نوح الذي كفر بالحق الذي نزل على نوح عليه السلام، قال له الله إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهل ملتك، إنه عمل غير صالح، ما قال له ابنك ما عليه شيء، ما في بأس، لا يا إخواني، ما في عنا عنصرية وأن أسرة من الأسر تتحكم في البشرية، محمد صلى الله عليه وسلم ليس إلها، فمن باب أولى آل بيته ليسوا مقدسين ولا آلهة، نحبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل طاعة الله وطاعة رسوله، أما إذا كنا نحبهم هكذا محبة مطلقة فمعنى ذلك قد أحبنا غير الله. ألم يقل الله تبارك وتعالى ومن الناس، انظروا القرآن يفسر بعضه، ألم يقل الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أربابا يحبون أندادا يحبونهم كحب الله، الند الشريك لله، والمشرك لا يدخل الجنة أبدا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أناسا مخلوقات يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وأقول كحب الله يرجعوا لأنفسهم، يذكرون حسين أكثر ما يذكرون الله، يذكرون حسين أكثر ما يذكرون جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلينتبه المسلمون إلى أنفسهم إن أرادوا أن يكونوا مسلمين ولا يقعوا في هذا الشرك اليهودي الخبيث. نعم، نعود إلى أصل الآيات. في العالم دخل اليهود في كل دين من أجل أن يفسدوه، حتى وصل الأمر الأمم المسيحية التي تكره اليهود صاروا ينشروا بينها أن الأديان هي التي هي السبب التي تبعد الناس عن بعضهم ويقتتلون وكذا، فكذبوا، أديان الباطل هي التي تبعد الناس عن بعضهم وهي التي تجعلهم يقتتلون، أما أديان الحق فإنها لا تبعد الناس عن بعضهم. المسيح عليه الصلاة والسلام عندما جاء وكان قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم كان دينه الحق، قبل أن يحرف دعا الناس إلى السماحة والحب والوئاب، من ضربك على خدك الأيمن فأدب له الأيسر، لا تقابل الشر بالشر. أما اليهود فإنهم لا يؤمنون بالمسيح، قد كفروا بنبيين، كفروا بالمسيح أولا ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ثانيا، فحتى يحققوا أغراضهم في الدنيا عبثوا في ديانات غيرهم ومن جملتها الدين النصراني، حتى أنهم يدسون في الأديان الأخرى أشخاص يزعمون أنهم منهم وليسوا منهم. وقد ضربت مثلا لكثير من الناس بما فعله صموئيل زويمر رئيس هيئة التبشير في الشرق الأوسط، عندما اجتمع مع القساوسة والرهبان والعباد الذين يدعون إلى المسيح في بيت المقدس
قال لهم: هل استطعتم أن تخرجوا أحد من دينه؟ قالوا: نعم، خرجنا من دين الإسلام ولكن لم يصبح نصراني. فضحك حتى استلقى على قفاه، قال: لا تستطيعوا أن تخرجوا مسلم من دينه وتدخلوا في النصرانية، كنت خرجوا من دينه ويصير بلا دين، بعد ذلك منفكر. هذا الرئيس قسم التبشير الذي يزعم أنه يدعو المسيحية، عندما جاءت سكرات الموت طلبوا له قصة من أجل أن يعني يعترف أمامه حتى يدخل الجنة، حتى يدخل ملكوت الله، فرفض وطلب حبرا من أحبار اليهود أن يأتي إليه فيموت بين يديه. تبين إذن أنه يهودي وهو دسيسي على النصارى، فإن كانوا يدرون فتلك مصيبة، وإن كانوا لا يدرون فالمصيبة أعظم. ولذلك قال لي أحد النصارى: إن البابا الذي برأ اليهود من دم المسيح جذوره يهودية أو هو يهودي. عندما برأ اليهود من دم المسيح استطاع اليهود أن ينالوا محبة النصارى في مشارق الأرض ومغاربها، ويندسوا في صفوفه ويحرفونهم عن دينهم باسم لا دينية، لا دينية، علمانية. فكانت دول العالم كلها النصرانية كانت علمانية. ثم اليهود الذين بثوا هذه الأفكار أنشأوا دولة في فلسطين سموها الدولة اليهودية. إذن هم يبعدون غيرهم عن دين الحق أو عن ديانهم، ثم يتثبتون في دين باطلهم، في دين الإفساد، لأنهم هم المفسدون في الأرض، هم الذين يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. أين يرون أن هناك أناسا صالحون حتى ولو كانوا من النصارى أو من غيرهم يتجمع حولهم الناس ويدعون إلى الحق والاستقامة؟ الاستقامة لا تناسب مصلحة اليهود، فيقتلونهم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، عن طريق عملائهم يرسلون بعض الشيعة ليفجروا سيارة فلان أو سيارة فلان فيقتلونهم، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هؤلاء هم اليهود الذين غفل عنهم النصارى، فأصبحوا سلاحا بيد اليهود يقتلوننا، أو أذنابهم من جلدتنا يقتلوننا لحساب اليهود. فاليهود أيها الإخوة خرجوا الناس من دينهم وعزلوا أديان الناس عن واقعهم، وهم تمسكوا بدينهم ولا زالوا مترابطين ويسعون في الأرض فسادا، ولكن الله تبارك وتعالى سيظهر فسادهم يوما بعد يوم حتى يتبين الحق. فربنا تبارك وتعالى يعلمنا أن الإنسان له دين، وهذا الدين هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد لكل إنسان من دين، لأن الإنسان اجتماعي بطبعه، لا بد له من خط يسير عليه، وهذا الخط يرتكز على فكر، هذا الفكر إما أن يأتي من طواغيت الإنس وشياطين الجن، وإما أن يأتي من الله تبارك وتعالى. فمن كان يدين بدين الحق، طاعة الله والتحرر من العبودية لغيره، فهذا دين الحق الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله على الأنبياء جميعا قبل أن تحرف. ومن كان يزعم أنه لا دين له، أو هو لا ديني، أو على غير هذا الدين، فهو على غير دين الحق، على دين الجاهلية. أفغير دين الله يبغون؟ ولذلك أيها الإخوة، الدعوة إلى اللادينية دعوة يهودية، دعوة يهودية في حقيقتها وفي أصلها. فليعلم الناس جميعا في كل أرجاء الأرض ذلك. اليهود خرجوا وأبعدوا الأديان كلها حتى الدين النصراني عن النصارى وعزلوه عنهم، وعندما أصبحوا فارغين من الدين نشروا بينهم أفكارا اشتراكية، شيوعية، رأسمالية، حرية، مدري إيش، حتى أفسدوهم وأفسدوا مجتمعاتهم وسيطروا عليهم عن طريق الشهوات، كما قال حيي بن أخطب عندما أخرج من المدينة المنورة لنقضي العهد مع المسلمين ومحاولته قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج بنو النضير وقد اصطفوا صفين وزينوا نساءهم وكانوا يحملون الذهب في جلد من ثور، وكان يضرب على هذا الجلد ويقول: هذا ما أعددناه لخفض الأرض ورفعها. نعم، هكذا فعل اليهود، الذهب يحاولون السيطرة عليه
ويتحكمون في اقتصاد البشرية، والجنس لأنه زينوا نسائهم وصفوهم عن طريق الجنس يتحكمون أيضا في البشرية. فدين الحق يحررك من العبودية للجنس وللمال، ويجعلك عبدا لله لا عبدا للأهواء والشهوات. عند ذلك تكون حريتك حرية صحيحة حقيقية. أما اللاديني فهو لا يزعم أنه لا دين له، لا، ما في أحد ما له دين، إما أن يدين بدين الحق وإما أن يدين بدين الباطل، ما في لا ديني. ولذلك عندما قال أحد الفلاسفة قال إني أعتقد أنه لا دين للإنسان، إنسان بلدي، وأن الأنبياء دجالون، يعني الدين الجاوي الذي أتى به الأنبياء كذابين دجالين ما في دين. فرد عليه الدكتور كونت فيلسوف ألماني، رد على هذا القائل فقال له اعتقادك بأنه لا دين للإنسان هو دين لك، فأثبت من اعتقاده ومن كلامه أنه أولو دين، ما في حد بلا دين. أعيد، فيلسوف قال إنني أعتقد أنه لا دين للإنسان وأن الأنبياء دجالون يعني كذابون ما في الإنسان دين. قال له كونت، الدكتور كونت قال له اعتقادك بأنه لا دين للإنسان هو دين لك، إذا ما في أحد بلا دين، إما أن تعتقد بدين الحق، وإن زعمت أنك ما لك دين ما بدك تدخل في الدين، الدين ما في الدين سياسي، السياسي ما له دين، مدري إيش الكلام هذا الفارغ، ليتملصوا من الدين أو ليخرجوا الناس من دينهم. لا يظن هؤلاء الناس أنهم أصبحوا لا دينيين يعني بلا دين، لا، هم على دين الباطل. وكل ما توحيه شياطين الإنس والجن من اليهود وأذنابهم وحميرهم إنما هي من أديان الباطل. كل الأفكار التي تأتي وتخالف ما أنزل الله من الحق فهي دين الباطل وهي دين غير الحق. أفغير دين الله يبغون؟ ما هو دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وختم به الديانات السماوية كلها؟ فالأديان كلها واحدة كما ستأتي في الآيات التالية. وختم الله الأديان بهذا الدين الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، أصله كلام الله، وفي السنة المبينة والشارحة لكتاب الله، هذا هو دين الحق. هل يريدون غير هذا الدين؟ هذا الدين هو الإسلام. وله الله تبارك وتعالى أسلم من في السماوات والأرض، أسلم يعني استسلم لله بالطاعة والتبعية، ولله تبارك وتعالى أسلم، وله أي لله أسلم أي استسلم وانقاد من في السماوات والأرض من الملائكة من الإنس من الجن من الكواكب السيارة من جميع الكائنات المخلوقة في السماوات والأرض، الكائنات الحية وغير الحية كلها استسلمت لأمر الله. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا الكون المنتظم في دورانه وفي سيره وفي جاذبياته وفي سلوكه، المخلوقات في داخل هذا الكون من ملائكة ومن إنس ومن جن استسلموا لله. عندما خلقهم الله ما قالوا لا ما بدنا تخلقنا، خلق الله هذا الرجل رجل ذكر وخلق تلك أنثى، ما كيفون، ما في أحد يستطيع أن يقول الله لا يا ربي أنا ما بدي أنثى بدي ذكر أو ما بدي ذكر بدي أصير أنثى، لا أبدا. خلق الله كل شيء وكان هذا المخلوق مستسلما لأمر الله، خلق هذا طويلا هذا قصيرا هذا أعمى هذا له عينين هذا عيون كبار هذا صغار هذا كذا، يفعل الله ما يشاء، والمخلوقات تستسلم لأمر الله، كل المخلوقات في السماوات وفي الأرض. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، كرها كل الكائنات حتى الكفار مستسلمين لأمر الله رغم أنفهم، خلقهم الله كما شاء ويفعل بهم ما يشاء من مرض ومن صحة ومن موت ومن زلازل ومن مصائب، يفعل الله ما يشاء. هل يستطيعون أن يغيروا؟ لا، لا يغيرون إلا ما أراد الله تغييره، ولو اتخذوا بالأسباب في التغيير لن يغير الله شيئا إذا أراده، وقد يغير الله، هو الذي شاء أن يغير ولكن المخلوق لا يستطيع أن يغير. فإذا الكفار من هذه الناحية كلهم مستسلمون لله كرها يعني غصب عنهم، إن رضوا وما رضوا، الذي لا يرضى بقدر الله وما خلقه الله له
يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا فليمدد بسبب إلى السماء، يعلق حبل في السقف، السبب الحق الحبل الذي يربطه في السقف، السماء كل ما علاك فهو سماء، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع يخنق حاله فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فشقاره لا، الموت بياخده الله، بيجي ملك الموت بياخده، وين بده يروح؟ هو عايش في أرض الله وفي ملكوت الله. لذلك الكافر أو الكفار جميعا خاضعون لله كرها. من الذي هو خاضع لله طوعا؟ المؤمن صاحب العقل. أفلح من رزق لبا، أي عقلا. صاحب العقل وهو المؤمن يعلم أن الأمور بيد الله، وأن الله يفعل ما يشاء، وأن الله أنزل له طريقا يبين له خيرا وشرا، فيعلم أن ما أنزل الله هو الحق، لأن الله أدرى بمصالح عباده من عبده نفسه. الله أدرى بمصالحي مني، بدليل أن الطبيب يقول لك الخمر حرام، الخمر مضر، ويذكر أضراره وكذا النفسية والاجتماعية، ثم يشرب خمر. إذن الله يعلم مصلحتك أكثر من نفسك طوعا وكرها. فالمؤمن يسمع أوامر الله ويطيع الله طائعا محبا لله، طائعا محبا لله طوعا. وإليه يرجعون، كل المخلوقات ترجع إلى الله فيحاسبهم على أعمالهم ويجزيه. ولذلك تركت لكم أيها البشرية الحرية في الدنيا، اختاروا ما تشاءون، إن اخترتم أمر الله فأنتم على دين الحق، وإن اخترتم غير ذلك فأنتم على أديان الباطل. والعاقل هو يبغي الحق، يعني يطلب دين الحق، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض، إلى آخر الآية، وإليه يرجعون. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.